العالم يعيش رهينة لوباء كورونا كوفيد-19 بالرغم من التدابير الوقائية المشددة التي تنتهجها دول العالم للحد من تفشي الفيروس. الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها تتخطى عتبة 250,000 حالة وفاة و11 مليون إصابة، تليها البرازيل بما يقارب 167,000، ثم الهند بأكثر من 130,900 حالة وفاة، حصيلة ثقيلة ثقل تداعيات الفيروس على الصعيد الإنساني خاصة والاقتصادي بالدرجة الثانية، مما يستوجب الإسراع من إنتاج لقاح فعال متفق عليه يجنب الإنسانية مزيدا من الضحايا. ففي وقت أعلنت شركة فايزر وموديرنا نجاعة اللقاحات المشتركة بنسبة 95%، والتي بلغت مرحلتها النهائية، تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية توفير حوالي 40 مليون جرعة بحلول نهاية العام الجاري. يأتي هذا في وقت تشهد فيه دول العالم مزيدا من الإجراءات الوقائية المشددة، من تجديد للحجر الصحي وإغلاق للمدارس، وهو ما ذهبت إليه مدينة نيويورك اليوم كإجراء وقائي بعد أن أخذ عدد الإصابات منحا مخيفا.